إذن العملات المشفرة خطوة جديدة تتجه لها روسيا ورجال الأعمال الروس والأثرياء منهم بالتحديد لمحاولة التخلص من الضغط الكبير على اقتصادات بلادهم. كيف يكون ذلك وكيف يتم التحرك فيما يتعلق بالعملات المشفرة؟ شاهدنا العملات المشفرة تزايدت وارتفعت بشكل واضح منذ بداية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا في 24 من فبراير. شاهدنا البيتكوين التي كانت دون مستويات 40,000 دولار تعاود من جديد استعادة هذه المستويات وتصعد إلى ما فوق أو إلى قرابة 44,000 دولار. الإثيريوم كذلك تقترب من مستويات 3,000 دولار التي نشاهدها في الوقت الحالي. ما هي الأسباب فيما يتعلق بارتفاع العملات المشفرة؟ شاهدنا تقييد الأصول أو تقييد الوصول للأسواق المالية، كذلك أيضا تجميد أصول بوتين سواء في أوروبا أو في غيرها من الدول، وهذه القرارات التي اتخذتها أو اتخذها الاتحاد الأوروبي، كذلك أيضا عزل بعض البنوك عن نظام سويفت وهو ما يعطل العمليات المصرفية ما بين روسيا وخارجها، وبالتالي هناك محاولات للجوء إلى أو الخروج من هذه الأزمة، وتحديدا الأزمة التي أودت بالروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار. في ظل هذه العقوبات الاقتصادية شاهدنا الروبل يتراجع أمام الدولار، الدولار الواحد أصبح يساوي أكثر من 100 روبل روسي، وهذه المستويات هي الأدنى على الإطلاق. العلاقة ما بين الروبل والبيتكوين في هذه الأثناء، نشاهد عند هبوط الروبل كما نشاهد عند هذه المستويات، نشاهد في المقابل علاقة عكسية واضحة أن البيتكوين تصعد بشكل واضح نظرا لأن كثير من رجال الأعمال الروس بدأوا يتخذون العملات المشفرة إما كملاذ آمن أو أيضا فيما يتعلق بالحفاظ على أموالهم والخروج بها من بلاد ربما تكون مفروض عليها عقوبات. نشاهد أيضا أن أوكرانيا لم تكن بعيدة عن سوق العملات المشفرة في هذه الحرب. أوكرانيا حصلت على تبرعات بأكثر من 31 مليون دولار من خلال 26 ألف تبرع مشفر منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا في 24 من فبراير، وبالتالي سوق العملات المشفرة يشهد الكثير من الإقبال. كيف تتحايل موسكو على العقوبات بالعملات المشفرة؟ بطبيعة الحال روسيا مفروض عليها الكثير من العقوبات بداية من دخول شبه جزيرة القرم في عام 2014. شاهدنا في عام 2021 العام الماضي 400 مليون دولار من العملات المشفرة دخلت إلى روسيا، وذلك بحسب تقرير لتشين أناليست. أيضا في 2020 هناك تدفقات نقدية مشفرة دخلت إلى روسيا من خلال سوق إلكتروني يسمى هايدرا، هذه التدفقات قدرت بنحو المليار دولار، هذا في عام 2020. ولكن في المقابل أمريكا عندما رأت أن هناك إقبال أو هناك ملاذ من عقوباتها ربما تتخذه روسيا للتهرب من هذه العقوبات والتحايل عليها، قامت بتضييق الخناق وطلبت من منصات العملات الرقمية سواء كوين بيز أو باينانس إيقاف المحافظ المتعلقة بالعملاء الروس المفروض عليهم العقوبات. ولكن باينانس تتحدث عن أن هناك تحديد لمحافظ العملات المشفرة بالنسبة للعملاء الروس، كذلك كوين بيز حظر المعاملات من وإلى العناوين المحظورة. إذن يبدو أن هناك اتفاقا دوليا حتى في مجال العملات المشفرة لمزيد من تضييق الخناق على الأثرياء الروس والعملاء الروس، بالرغم من أن روسيا تكون ثالث أكبر دولة في العالم من حيث تعدين البيتكوين.